ايه يا سعدون اتاخرت ليه؟ والنبي يا مازن ما تهزر بقى والنبي. كفايه ان النظر اهلي محللنا الدنيا عشان ما بنجيش المدرسه. واقول لك ده عامل لنا فقره كل يوم الصبح في طابور الصباح في الاذاعه المدرسيه يتريق علينا فيها ويشتمنا اسمها المذنبون. فقره علينا احنا؟ ايوه. ده راجل هايف قوي. ده مش بس كده، ده بينتج مسرحيه في المدرسه ومسميها، عارف مسميها ايه؟ ايه؟ مازن المجنون وكلبه سعدون. قله الادب دي. انا مجنون؟ انا اللي كلب عادي؟ لا دي متوقعه، انا ما اتفاجئتش قوي الصراحه. ليه حضرتك متوقعه؟ ليه يا مازن كنت مهوهو عليك ولا انت عشان اجنبي وعينيك خضراء يعني؟ ولا ما تهزرش بقى والنبي عشان بقول لك الراجل اللي قلب عليا الدنيا وخلاص هتنتهي بالرفض. طب ما يرفدنا يا سعدون، ما احنا بنلعب وبنكسب. نكسب ايه؟ نكسب ايه؟ انا معاك ما شفتش الكسبان. تصدق وتأمن بالله انا لو شفت الورقه ب 100 جنيه انا مش هعرفها، انا خلاص نسيتها. هو انت مالك؟ هو انت عندك فوبيا من الفلوس ولا ايه؟ حرام عليك. احنا فاضل لنا مهمه، لو كسبناها هنكسب فلوس كتير، انت بس ركز معايا فيها. قول لي عملت السيرش على اسباب الطلاق زي ما قلت لك؟ لا ما عملتش، بس البت اختي عملت وبعتت لي. بص انا هقول لك على حاجه، في حاله طلاق حلوه قوي عجبتني. ايه؟ بيقول لك في واحد لاول مره يشوف وش مراته بعد ما اتجوزوا، اما غسلت وشها بص لقى سيد ابن خالته راح مطلعها على طول. ايه رايك نخلي الواد وسيم يشوف البت اسراء بعد ما تغسل وشها يروح مطلعها؟ يعني انت متخيل ان السنين دي كلها اسراء ما غسلتش وشها خالص؟ هو وسيم اللي ما غسلتش وشه بصراحه، وحشه خلاص مش اشكال. بلاش دي. في حاله تانية بقى عجبتني قوي. قول. واحده اتطلقت من اول مره عشان اكتشفت ان جوزها بيشخر وهو نايم، فايه رايك نعمل حاجه للواد وسيم نخليه يشخر وهو نايم فتسمعه فتطلق. تحيا ورد احلي ورد حمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذه شيماء الصبح كده مالك؟ شفت عفريت؟ انا خبطت على الباب غلط، انا اسف غلطت في الشقه. خش. ما انا اقول لحضرتك انا هستنى مازو تحت في العربيه. بقول لك خش يا سعدون. ما انا ما عملتش حاجه والله. اخر مره هقول لك خش يا سعدون يا علاتي. خش. ايوه انا مش فاهم. مش تجيبي حاجه لسعدون والضيفيه؟ الراجل مش بيجي لنا كل يوم يعني. ما الفطار مرزوق قدامه اهو، ما يطفح. ما بتطفحش ليه؟ ولا عامل فيها مكسوف وعندك دم؟ عشتي يا ست الكلية لسه طافحة قبل ما يجي والله. سعدون أنا وريتك المطبخ. أنا هشوف المطبخ ليه؟ إزاي؟ وأنت مش أصلاً جاي لي عشان تشوف المطبخ؟ أيوه فعلاً أنا نفسي أشوف المطبخ عشان زي ما تقولي كده يا ست الكل أنا هتجوز قريب عقبال بوظه يا رب. عقبال كريم ابنك عقبال شهر. يلا روح أشوف النملية وأجي. تعالى. ماشي. قدام قوي خططوا مش تعرفوا تعملوا حاجه من غيري. ايه انت حمار؟ عمال اعمل لك كده شاور لك ان احنا ننطر شيماء ونلعب براحتنا. ايه ده؟ هو كده ننطر شيماء؟ امال كده ايه؟ يعني حم شيماء شطف شيماء. امال ننطر ازاي؟ كده عجبو ودي تتنطر ازاي؟ ده انا بخاف قوي من شعرها. ما ينفعش يا سعدون، لازم نخلص منها. ده لعبه يا سعدون يعني، ما فيهوش هزار زي الشغل. وبعدين شيماء دي مروشه ممكن تتجنن لنا في وسط المهمه تبوظ لنا الدنيا. صح. طب ايه المهمه بالظبط؟ قول لي. شنطه هنوصلها لواحد اسمه رشاد رشدي هيدينا 1,000,000 جنيه. ماشي. هات عنوان. امال انا جايبك ليه؟ امال انا جايبك ليه؟ ليه؟ عشان تجيب لي عنوانه. انا كل اللي اعرفه عنه ان اسمه رشاد رشدي وساكن في المعادي. لا 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 للمعادي لا، ما بروحش على المعادي. في هناك شويه عيال كده اللي هي فرقه كاروكي دي بيضايقوني وبيقعدوا ينبطوا عليا بالكلام وممكن لو شافوني في شارع 9 يقلعوني. كاروكي؟ انت حد يعرفك غير يا سعدون؟ اخواتي. تعالي يا حبيبتي شده وتزول، اهم حاجه نفضل ماشيين على كلام الدكتور زي ما قال جوه. مصر. ايه؟ انا حاسه ان انا عامله زي الباور بانك. يا حبيبتي. استاذ مازو اللعبه دي بنقول لكم الف سلامه والف مبروك. والف نهار ابيض. والله عمركم ما غزلتوني في حاجه، سلم لي عليه قوي. مازو. ايه؟ اللعبه بتقول ازاي يعني؟ دي جماد، هي بتتكلم عندها بق ولسان وسنان ولغليغ وشعر وزور، هتتكلم ازاي يعني؟ يعني دي جماد، دي حته جماد كده حته بتاع كده. احسن؟ الدكتور ده هايل.